السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناة شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا وعديتنا واحد المحينشات اللي هما كيجيو معمرين بالخضره وبالدجاج. غادي نحتاجوا لهذه الوصفه ان شاء الله. عندي هنا العجين ديال المحينشات اللي انا ديجا صايبتهم معكم، غادي نخلي لكم رابط ديالهم في خانه الوصف. غادي نحتاجوا هنايا جزرة اللي انا حكيتها على هذا الشكل، شكل طولي. غادي نحتاجو بصله، دابا كتوفر البصله الخضريه من الاحسن اننا نستعملوها. عندي هنايا بصله مقطعه على هذا الشكل، كذلك عندي طريفات ديال الدجاج تقريبا شي 200 غرام قطعته على شكل صغير. عندي هنايا قرعه خضراء اللي انا قطعتها كذلك او حكيتها بالحكاكه الغليظه، فهي كتجي على هذا الشكل. عندي شويه ديال المعدنوس والقزبر، عندي هنايا معلقه صغيره ديال العسل، عندي معلقه صغيره ديال الطماطم مصبره. وبالنسبه للعطريه فانا عندي هنايا شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السودانيه. كذلك عندي العطريه ديال الدجاج، وعندي هنايا شويه ديال الريحان المجفف، ومن طبيعه الحال شويه ديال زيت العود اللي حنا غادي نشحروا فيه هاد العناصر. خليكم معايا شوفوا طريقه التحضير. اذا في مقلاه على النار كنديروا شويه ديال زيت العود، غادي نزيدوا عليها البصله اللي حنا قطعنا من قبل، بصله خضريه، ونشحروها مزيان بهذه الطريقه. من بعد ما كنشحروا داك البصله مزيان حتى كطيح لينا شويه، عاد كنزيدوا عليها الجزر، كذلك القرعة الخضراء، وغادي نزيدو عليها الدجاج، نخلطو هدا مع البياطة، بامكانكم الا بغيتو تزيدو حتى شويه ديال الفلفلات، هي مقطعه قطع صغيره كذلك تقدروا تزيدوها. غير بالنسبه لي انا هاد الوصفه من تحت طلب الام ديالي، فهي ما كتاكلش الفلفله، فاختاريت انني نديرها لها غير بالجزر والقرعه والدجاج. غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان، نشحروا مزيان، هنا من بعد ما كيتشحر لينا هذاك الدجاج والخضره حتى كيحيد هذاك الماء اللي كاين في الدجاج كيهبط كامل، عاد كنزيدو هذيك العطريه كامله، نزيدو المعدنوس، نزيدو هذيك الطماطم المصفره، كذلك كنزيدو الملح حسب الذوق، فانا ما كنديرش ملح بزاف غير شي شويه، ونخلطو هاد العناصر كامله هي مع بعضياتها بهذه الطريقه. حتى كتشحر لينا هاد العناصر كامله مع داك العطريه اللي زدنا، عاد في الاخر كنزيدو داك المعلقه ديال العسل. العسل بطبيعه الحال خصو يكون جوده ممتازة، يعني بالمعنى المغربي العسل الحار. هاد المعلقة ديال العسل فهي كتهرس لينا داك، يعني بحال قلتي كنخلطو الملوحة مع الحلاوة، وكذلك كتلبي لينا الخليط، كيولي الخليط تيجينا عاقد شويه بهذه الطريقه.
صافي، فها الخليط ديالنا واجد. غادي نخليه على جنب حتى كيبرد ونرجعو باش نشكلو الحنشات ديالنا. بعد ما كترتاح لينا العجين ديالنا فحنا كنقطعوها يعني حسب الرغبة ديالنا. اوكي او غنصنعو لنا كويرات على هاد الشكل، كنخليهم يرتاحو واحد شوية من بعد عاد كنطلقوهم. اذا كنبداو باول وحدة حنا طلقناها اولا كورناها او كنطلقوها بالدلاك على هاد الشكل، خصها تكون رقيقة بطبيعة الحال، كنعاونو بالدقيق باش كتطلق لينا. على هاد الشكل نحاولو نطلقوها رقيقة باش ما كتجيش المحنشة ديالنا معجنة. كنجيبو الحشو اللي حنا خليناه يبرد من قبل، كنوضعو شوية هكا غير شوية على هاد الشكل. بهاد الطريقة وكنقادوها بيدينا بهاد الطريقة. اوكي او كنبداو نلويو في العجين، كنلويو وكنسدو الجوانب باش ما كتخرجش لينا داك الحشو ديالنا، كنسدو على الطريقة وكنكملو الدورة بهاد الطريقة. صافي ديال المحنشة ديالنا او كنجمعو على هاد الشكل باش وبلا ما نزيرو. نعاودو معاك وحدة اخرى بهاد الطريقة، فحنا كنطلقو العجين مزيان مزيان حتى كان كيبان لينا سطح العمل في العجين بهاد الطريقة. اوكي ناخدو شوية ديال الحشو غير شوية نقادو هاد الحشو بيدينا بهاد الطريقة، نسدو الجوانب ونبداو كنلويو العجين ديالنا. حنا أول لوية كنسدوها بحال هكا باش ما كتطلقش لينا هاديك العجين يعني أولا الحشو ما كتخرجش لينا من العجين. من بعد غادي نديرو شكل آخر، كناخدو سكين كنديرو العجين بهاد الطريقة وتنكملو اللوية هكا. اوكي صافي او كنبداو كنجمعو المحنشة على هاد الشكل كيف كتشوفو. هاد الزيادة فحنا كنديروها من التحت باش ما كتبقاش لينا محلولة، فهي كتجي على هاد الشكل هذا. غادي نستمر انا في باقي العجين ومن بعد نشوفه في الاخير كيفاش كندهنوهم ونرشوهم. فهنا من بعد ما كنسريوهم فحنا انا عندي خليط ديال البيضه مع صوص الصوجا، لصوص الصوجا كنخلطو مع بعضياتهم وكندهنو بهم هاد المحنشات على هاد الشكل. اوكي ندهنو مزيان من جميع الجوانب. اوكي
بالطريقة هذه. هذيك لاصوص صوجا فهي كتزيد تعطي واحد اللون ذهبي اكثر، وكذلك كتعطي كتحيد الصفوره ديال البيض اللي كتكون في البيض، وكتعطي كذلك واحد البنه ديال الملوحه كتجي زوينه، كيجيو بنينين بهذا الشكل. عندي هنا واحد شويه ديال الزنجلان، يعني كنرش عليه من الفوق بهذه الطريقة، غير شوية ماشي بزاف. صافي، وكنخليهم يخمروا حتى كيطلعوا مزيان، يعني مدة ديال نصف ساعة أو على حسب الجو ديالنا. نخليهم يخمروا، من بعد كنوضعوهم في الفران اللي هو مسخن من قبل على درجة حرارة من 180 حتى 200 درجة، وكنخرجوهم ونخليهم يبردوا ونوضعهم في صحن التقديم ونرجعوا مع بعضياتنا إن شاء الله. إذن كيف ما كتشوفوا هادو هما المحينشات اللي وجدنا مع بعضياتنا المحشوات الدجاج. كنتمنى إن شاء الله ينوض الرضا ديالكم، وكنتمنى أنكم تجربوهم وتردوا لي الخبر. ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو، كذلك تشتركوا في القناة ديالي ودعموني باش ان شاء الله نوصلوا لأكبر عدد من المتابعين. خليت لكم راحة، وإلى فيديو قادم ان شاء الله.